الإنسان أيها الإخوة لو بحث عن الزمن في التصور الإسلامي، لو بحث عن الزمن في المفهومات الإسلامية، فالحقيقة الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خسارة الإنسان تتأتى من أن مضي الزمن يستهلكه. سبت، أحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خميس، مضى أسبوع، أول أسبوع، ثاني أسبوع، ثالث أسبوع، رابع أسبوع، مضى شهر، أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، مضى فصل، أول فصل، ثاني فصل، ثالث فصل، رابع فصل، مضى عام، أول عشر أعوام عقد. فالأيام تمضي والزمن لا يتوقف. لذلك قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي أن مضي الزمن يستهلكه. أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. لذلك أنت بضعة أيام، أي أنت زمن، أو لك أن تقول إن رأس مالك الوحيد هو الزمن، ولك أن تقول إن أثمن شيء تملكه هو الزمن. هذا الزمن كيف تنفقه؟ هنا إما أن تنفقه كما ينفقه معظم أهل الأرض، يأكلون ويشربون ويتمتعون ثم يفاجؤون بالموت، أو أن تنفقه إنفاقاً يمكن أن نسميه إنفاقاً استثمارياً، بمعنى أنك تفعل في هذا الزمن الذي سينقضي عملاً ينفعك بعد انقضاء الزمن. لذلك ما الذي يدخل معك إلى القبر؟ أعمالك الصالحة فقط، لا يدخل معك إلا أعمالك، بيتك، مركبتك، محلك التجاري، مكتبك الفخم، كل دنياك تتركها وتذهب إلى القبر. أيها الإخوة الكرام، لذلك الإنسان من أجل أن ينفق الزمن إنفاقاً استثمارياً، من أجل أن يفعل في الزمن الذي سينقضي عملاً يجده بعد انقضاء الزمن، ينبغي أن تتفكر في خلق السماوات والأرض من أجل أن تعرف الله. فالأقدام تدل على المسير، والماء يدل على الغدير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير؟ وأن هذا الخالق العظيم الذي خلق السماوات والأرض كامل في أفعاله، ومن لوازم كماله ألا يدع عباده من دون تعريف ولا تبيين ولا منهج من أمر ونهي وإعذار وإنذار ووعد ووعيد، لأن كمال الخلق يدل على كمال التصرف. هذا الكون يشف عن خالق عظيم، رحمن رحيم، حكيم قدير، غني شفوق. هذه الأسماء الحسنى التي تستشفها من خلق الله ومن أفعاله ومن كلامه. لذلك هناك آيات كونية وآيات تكوينية وآيات قرآنية.
الآن أنت حينما تعرف الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الكون تجد أمامك كتاباً من عند الله. ما الدليل على أنه كلام الله؟ قال بعضهم الإعجاز العلمي. كيف؟ حينما صعد رائد الفضاء إلى الفضاء وقطع 65,000 كيلومتر هي طبقة الهواء، وانتقل إلى الفضاء الخارجي إلى مكان ليس فيه هواء، صاح هذا الرائد: لقد أصبحنا عمياً لا نرى شيئاً، لأنه ضمن الهواء في حادثة فيزيائية اسمها تناثر الضوء. أشعة الشمس إذا سلطت على ذرات الهواء تألقت وعكست هذه الأشعة إلى ذرات أخرى. ما دمت في الهواء هناك ضياء وهناك أشعة شمس، فإذا تجاوزت الهواء انعدم التناثر فأصبح الجو مظلماً. فصاح هذا الرائد الفضائي قال: لقد أصبحنا عمياً، بعد أن قطع 65,000 كيلومتر هي طبقة الهواء. افتح القرآن الكريم: ولو فتحنا عليهم باباً من السماء. القرآن قبل 1400 سنة. ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. حقيقة كشفت بعد ارتياد الفضاء الخارجي، والقرآن ذكرها قبل 1400 عام. ومثل هذه الحقيقة حقائق لا تعد ولا تحصى. فأحد أكبر أدلة أن القرآن الكريم كلام الله الإعجاز العلمي. تركب بالطائرة، أحدث نوع وأسرع طائرة، تفتح القرآن الكريم وأنت في الطائرة تقرأ قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. الآن في طائرة، في قطار، في مركبات، في حوامات، في يخوت، في بواخر، في سيارات. تابع الآية: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. إذن هو كلام خالق الكون. وكالة فضاء تعد الأولى في العالم عرضت في موقعها المعلوماتي صورة لوردة جورية لا يشك لثانية واحدة أنها وردة جورية، بأوراقها الحمراء الداكنة، بوريقاتها الخضراء الزاهية، بكأسها الأزرق في الوسط. كتب تحت هذه الصورة: صورة انفجار لنجم اسمه عين القط يبعد عنا 3000 سنة ضوئية. افتح القرآن الكريم: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا الكون يدل على إله عظيم موجود وواحد وكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات الفضلى. وهذا القرآن أكبر دليل الإعجاز العلمي الذي تؤكده أكثر من 1300 آية. وهذا القرآن الكريم يؤكد أنه كلام الله وقوع الوعد والوعيد، نظام
مالي عالمي عمره مئات السنين قائم على الربا وعلى المحرمات، والنظام العالمي متين جداً. كيف انهار هذا النظام؟ انهيار النظام المالي العالمي أكثر من 155 مصرف أعلنت إفلاسها. انهيار هذا النظام تحقيق الوعيد الإلهي، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ما الدليل على أن هذا القرآن كلام الله؟ إعجاز علمي وتحقق الوعد والوعيد. وما الدليل على أن هذا الإنسان محمد بن عبد الله صلوات الله عليه هو رسول الله؟ إنه جاء بالقرآن. إذن الله عز وجل أعطاك كوناً ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله، أعطاك قرآناً من خلال إعجازه ومن خلال وقوع الوعد والوعيد يتأكد لك أنه كلام الله، أرسل لك نبياً عظيماً دليل نبوته هذا القرآن الكريم. لذلك لأن الله عز وجل كامل كمالاً مطلقاً، ولأن كمال الخلق يدل على كمال التصرف، فلا بد تحقيقاً لكمال الله من أن يرسل إلى عباده الأنبياء والمرسلين ويعرفهم بحقيقة الكون والحياة والإنسان، ويعرفهم أنهم خلقوا لجنة عرضها السماوات والأرض، وأن هذه الحياة التي نحياها هي حياة دنيا، وبعدها هناك حياة عليا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعطاك كوناً، أعطاك عقلاً، أعطاك فطرة، أعطاك تشريعاً، أعطاك شهوة، أعطاك حرية، أعطاك عمراً وزمناً. أيها الإخوة الكرام، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يوم القيامة، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية. أيها الإخوة، أقسم الله بمطلق الزمن بالعصر لهذا المخلوق الأول رتبةً الذي هو في حقيقته زمن، أقسم له وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. والذي بعد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هي أركان النجاة، يعني في اليوم الذي لا تزداد فيه علماً ولا تزداد فيه طاعة ولا تزداد فيه دعوة إلى الله ولا تزداد فيه صبراً على معرفته وعلى طاعته وعلى الدعوة إليه، فهذا يوم أنت فيه خاسر. والله عز وجل يقسم وهو أصدق القائلين. الله عز وجل يقول: قل إن الخاسرين
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يعني أكبر خسارة أن تخسر الأبد، أكبر خسارة أن تخسر الجنة، أكبر خسارة أن تخسر نفسك التي خلقها الله ليسعدها وليرحمها، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، الآيات الكونية خلقه والتكوينية أفعاله والقرآنية كلامه، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه وكفروا باليوم الآخر فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. أيها الإخوة الكرام، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته: أيها الناس، لا خير في العيش إلا لعالم ناطق أو مستمع واع. أيها الناس، إنكم في زمن هدنة، وإن السير بكم لسريع، وقد رأيتم الليل والنهار يبليان كل جديد، ويقربان كل بعيد، ويأتيان بكل موعود. فقال له المقداد: يا رسول الله، وما الهدنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دار بلاء وانقطاع، فإذا التبست عليكم الأمور، طروحات لا تعد ولا تحصى، ضلالات، شهوات، تحزبات، انحرافات، تكهنات، فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع وشاهد مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو أوضح دليل إلى خير سبيل، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل. أيها الإخوة الكرام، الآن الحديث عن الوقت، مضى عام وأقبل عام، جاء يوم وذهب يوم. لذلك الله عز وجل في أي آية يقول وسارعوا، هذه الآية فيها إشارة إلى الوقت، وفي أي آية يقول سابقوا، هذه الآية فيها إشارة إلى الوقت. قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أيها الإخوة، الوقت من خصائصه سرعة انقضائه، فهو يمر مر السحاب ويجري جري الرياح، سواء أكان زمن مسرة أو فرح، أو كان زمن اكتئاب وترح، وإن كانت أيام السرور تمر أسرع وأيام الهموم تسير أبطأ، لا في الحقيقة ولكن في مشاعر أصحابها. ومهما طال عمر الإنسان فهو قصير ما دام الموت نهاية كل حي، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته
يوماً على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. قال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. أول خصيصة سرعة انقضائه. كل واحد منا عمره 30، كيف مضت هذه 30؟ عمره 40، كيف مضت هذه 40؟ كلمح البصر. بيقول لك البارح كنت طالب ابتدائي، اليوم يحمل دكتوراه مثلاً. كل إنسان يشعر أن الزمن الماضي مضى سريعاً، ويقاس على ذلك وأن الزمن الذي بقي أيضاً يمضي سريعاً. الإنسان أحياناً يفاجأ بالموت. الآن الخصيصة الثانية أنه ما مضى منه لا يعود ولا يعوض، لذلك قال الإمام الحسن البصري: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة، ويا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب يوم منك ذهب بعضك. الإنسان أيها الإخوة الكرام إذا جهل قيمة الوقت فسيأتي عليه حين يعرف قيمته ونفاسته، ولكن بعد فوات الأوان. وقد ذكر القرآن الكريم موقفين: الأول ساعة الاحتضار، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الجواب: ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الموقف الثاني في الآخرة، قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. النذير هو القرآن الكريم، والنذير هو النبي عليه أتم الصلاة والتسليم، والنذير هو سن الأربعين، من دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة، والنذير هو سن الستين، والنذير هو الشيب: عبدي كبرت سنك وانحنى ظهرك وضعف بصرك وشاب شعرك فاستحي مني فأنا أستحي منك. والنذير المصائب، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، وفي آية أخرى ونكون من الموقنين. لذلك أيها الإخوة، قضية النذير: وجاءكم النذير. النبي هو النذير، والقرآن هو النذير، والأربعون هي النذير، والستون هي النذير، والمصائب هي النذير، وموت الأقارب هو النذير. لذلك يقول الإمام الحسن البصري: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك، واحذروا سوف فهي جند من جنود إبليس.
تريد أن تتوب الآن. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمساً قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. أيها الإخوة الكرام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما، ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله قربة. ويقول صاحب الحكم ابن عطاء الله السكندري: رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده، ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده، ومن بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن من المنن ما لا يدخل تحت دائرة العبارة ولا تلحقه ومضة الإشارة. الآن بعد الإيمان بالله علة وجودك العمل الصالح. الآن كلما اتسعت رقعة العمل الصالح فشملت أعداداً كبيرة من البشر حتى دخلت فيه الأمم والشعوب، كان العمل أعظم كلما اتسعت رقعة العمل. إنسان واحد جاء إلى البشرية نبياً ورسولاً، فالإسلام من مشارف الصين إلى مشارف باريس كلما اتسعت رقعة العمل. شيء آخر، وكلما امتد أمد العمل من 1400 عام والإسلام في كل مكان، وكلما تغلغل العمل في أعماق النفس كان العمل أعظم. لذلك الحديث الشريف: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. أيها الإخوة، تزداد قيمة العمل في ميزان الحق حينما تفسد المجتمعات وتضطرب الأحوال ويجور الأمراء ويتجبر الأقوياء ويترف الأغنياء ويداهن العلماء وتشيع الفاحشة ويظهر المنكر ويختفي المعروف. قال عليه الصلاة والسلام، دقق فيما يرويه عن ربه: عبادة في الهرج كهجرة إلي. إذا عبدت الله في زمن الكاسيات العاريات المائلات المميلات، في زمن يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، في زمن يصدق فيه الكذوب يكذب فيه الصادق، يؤتمن الخائن يخون الآمن، عبادة الله في الهرج أي في الفتنة كهجرة إلي. أيها الإخوة، في حديث دقيق يتضمن تفصيلات دقيقة، يقول عليه الصلاة والسلام: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علم علمه ونشره، أو ولد صالح تركه، أو مصحف ورثه، أو مسجد بناه، أو بيت لابن السبيل، أو نهر أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وفي حياته.